عارفه تصور اصلا. النهارده مبادره ان احنا يوم 23 فبراير ان شاء الله، وحتى حاسب عربيه، حاسب عربيه تالي تيم وتيم وحتى لي يوم 23 حاضر والله انا واقف. طب خلاص اللي كنت يوم 23 فبراير مصر هتقدم على هتخش الموسوعه ان شاء الله. لو 110,000 مصري برع بدمه فانا كل ثقه ان شباب مصر هيفاجئونا برقم اكبر من ده بكتير وهتخش الموسوعه ان شاء الله. شغالك بالتصوير وبرامج وذا فويس، كلمنا ان انت حريصت النهارده ان انت تكون موجود في زاويه. اكيد طبعا، هو اهم حاجه ان احنا بنتفاعل مع اولادنا ونشوف بلدنا محتاجه ايه، ودي قبل اي شيء. شايف دور الفنان في مشاركه المجتمع الخيريه؟ اي فنان واي شخص، يعني حتى لو في مدير شركه عنده موظفين، المفروض ان هو يستخدم التجمع ده في الخير للبلد لصالح اولادنا. واي فنان عنده ناس بتحبه، يعني في فنانين كتير بيعملوا كده، واتمنى ان كله يعمل كده، انه يوظف الحب ده في الخير. حتى لي اتي رساله اخيره للمجتمع عشان تشارك في المجتمع الخيري. انا بقول يعني باليوم المبادره العظيمه دي النهارده كل مصر ان شاء الله هنسمع رقم كبير جدا ان شاء الله. وكل الشباب قصدي بيك كقدوة وكمثل ليهم، واللي بيشايفين والله العظيم محترم جدا. عايز اقول للشباب ما يأسوش، محدش ييأس، لان الظروف الصعبه دي انا عارف ان في ظروف صعبه كتير، وكل اللي نجحوا في ظل الظروف الصعبه ووصلوا لاحلامهم، والظروف الصعبه دي موجوده دايما، وعلينا ان احنا نتكيف مع مجتمعنا وبظروفه وننجح زي اللي قبلنا ما نجحوا. فمش عايز حد ييأس، ودايما في امل، وان شاء الله يوم 23 فبراير اكبر امل ان شاء الله. حتى الاطفال اللي ما حتى انا وحتى تيمو تيمو هنا كل الاطفال اللي ما حالفهمش حظ في المشاركه الاسلاميه. هي دعوه للطموح والامل في اطفال اتولدت لقت حروب ولقت ومشاكل وذبح ودم وبتاع، فلازم يشوفوا طاقه امل ويشوفوا ناس بتنجح قدامهم، اطفال بتنجح. واللي ما نجحش بقول له انا نجحت بس مش في البرامج، نجحت شقيت طريقي ونجحت.